نعمة 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 تغلب النعمة جدا، تزداد النعمة جدا. مفيش أجرة، النقلة مش أجرة، ترقية مش أجرة. نعمة نعمة نعمة، المحبة تكسب. إن أعطيت كل قنية بيتك تحتقر احتقارا، لأن المحبة قوية جدا. يا رب نعظمك، يا رب نسبحك، يا رب نعليك. ارفع قلبك معايا للرب، وارفع عينيك وإيديك معايا للرب. من مثل الرب إلهنا؟ أي حد موجود هنا كان بقاله فترة بيشعر بضغط على صدره أو بألام في صدره، صدق معايا الآن بشفة، صدق معايا الآن بحرية، وصدق معايا برحب غير عادي لنفسك ولحياتك. أي ضيق كان بيحصل على نفسيتك، على قلبك، الآن رحب في اسم يسوع. أي شخص هنا مليان مخاوف لأزمنة جاية، لقرارات جاية، لمشاوير جاية، باسم رب يسوع الروح هياخدك لحتة أعلى من كل خوف. الروح هياخدك لحتة رحب من كل خوف، إلى رحب لا حصار فيه، ويملأ مؤونة مائدتك دهنا باسم الرب يسوع. نعمة نعمة نعمة، تزداد النعمة جدا. ردد معايا كده وانت رافع ايدك، تزداد النعمة على حياتي جدا. المحبة تغلب جدا. هللويا. مفيش موقف المحبة مش هتنتصر فيه. مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب، الذي يشفي كل أمراضك، ارفع عينيك، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. Thank you.
الأبدية رحب جدا، أبدية قوة غير عادية، الأبدية هي إمكانيات السماء، وجعل الأبدية في قلبك ترفعك من محصورية ومحدودية الآن إلى ما يفعله الرب من البداية للنهاية. ورب يحط هذا الرحب في اللحظة دي، فارفع إيدك معايا. الأبدية في قلبك، إمكانيات السماء، الصورة الكبيرة، الرحب الذي لا حصار فيه موجود جواك. الأبدية والآن، الأبدية الآن، الأبدية الآن. كل حجر تقدر تزقه، كل حجر تقدر تزقه، كل جبل يقدر يتنقل، كل مرض ممكن يشفى، كل خوف ممكن يتزاح، كل مشاعر سلبية ومرارة وذكريات ممكن تتحرق، لأن الأبدية رحب غير عادي. الروح نشيط، الجسد بيخنق، الأبدية واسعة جدا. املانا بالأبدية، املانا بالأبدية، املانا بالأبدية، املانا بالأبدية. كتبت إليكم المؤمنين لك تعرفوا أن لكم حياة أبدية، أبدية جواك. جعل الأبدية في قلبهم، ملكوت الله داخلكم. هللويا باسم الرب يسوع. وانت رافع إيدك كده، رحب، تنبأ معي، رحب، أبدية، الصورة الكاملة بتأتي في الآن، إمكانيات السماء تأتي للمحدودية. هللويا باسم الرب يسوع. لا يعثر على الرب أمر، لا يستحيل على الرب شيء، كل شيء مستطاع للمؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن. قال لها إن أمنتي ترين مجد الرب. والإيمان مش أجرة، الإيمان محبة، الإيمان ثقة في الحب، الإيمان ثقة في سخاء الرب، الإيمان ثقة إنها نعمة 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 نعمة. الإيمان، فارفع عينيك، ارفع عينيك من نفسك، استقبل 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 أكتر، استقبل أكتر في حضور ربنا. خش تحت عشان تلبس، خش بقلبك بتواضع عشان تأتي تحت هذا الغطاء، هذا الرداء، وتلبس من الأعالي قوة. لابس روح الرب جدعوه، نلبس قوة من الأعالي. قد لبسنا الجديد الذي يتجدد كل يوم. تلبسون من الأعالي قوة باسم الرب يسوع. هللويا يا رب، أشكرك من أجل كل اختراقات، كل اختراقات صوت، كل اختراقات صلاة، كل اختراقات إيمان، كل اختراقات في الأجواء باسم الرب يسوع. رب يخترق أمامك أعدائك اختراق المياه، بعل فراسيم رب يعبر أمامك ويخترق باسم الرب يسوع، لأنك بتلبسون قوة من الأعالي. صوتك بيفتح أبواب مغلقة. قال رب لحزقيال، هل تحيا هذه العظام؟ قال حزقيال، أنت تعلم. قال الرب لحزقيال، تنبأ يا ابن آدم، خرج صوت، خرج صوت، لأن هذا الصوت يصنع تاريخ، هذا الصوت يصنع تاريخ، هذا الصوت يصنع تاريخ. قال بولس، قوم الآن، فوثب الرجل وصار يمشي. استقبل الصوت، استقبل الإعلان، استقبل روح الأبدية، وخلي جسدك كله، إيمانك كله يقفز وراه. فوثب، خلي روحك يقفز على الإعلان وياخده باسم الرب يسوع. خلي الأبدية تسري في الجسد باسم يسوع. أبدية في القلوب.
من عدلي والحق ثبتت عرشك أبديا في قلوبنا. مفيش استحقاق وفي سخاء إلهي يملأ كل احتياج مش بحسب احتياجك بحسب غنى المجد. فمن فضلك طلع صوتك الآن أنت وتنبأ بالمعجزات اللي أنت محتاجها. تنبأ بالسماء المفتوحة. تنبأ أنت. خرج الصوت. قد لبستم قوة من الأعالي فنفخ جدعون في البوق. انفخ الآن في بوق الإيمان وتنبأ الأزمنة اللي جاية. تنبأ الأبواب. تنبأ خلاص النفوس اللي في البيت. تنبأ الأبواب اللي تتفتح. تنبأ تسديد الاحتياجات. تنبأ الأبواب اللي تتفتح. تنبأ يا ابن آدم. انت يا ابن آدم انفخ في البوق. انفخ في البوق. قال بولس قوم. قال بولس قوم. انفخ في البول الآن باسم الرب يسوع. انفخ على بيتك على أبوابك على أولادك على أبوابك على
على الزمن اللي جاي، على شغلك، على تسديد احتياجاتك، على استخدامات الرب، وعلى عبور الرب أمامك. أنفخ، تنبأ يا ابن آدم، تنبأ يا ابن آدم، تنبأ بالأبدية. قال كده: أوطرت يهوذا لنفسي وجعلت القوس وملأت القوس إفرايم. دي حجارة التاج بتاعتي. هللويا. صوت الرب في الأرض هو كنيسته، فتنبأ يا ابن آدم. صوت الرب لحياتك بيخرج من البوق بتاعك، فخرج، خرج صوتك. هللويا. تنبأ يا ابن آدم: أوطرت يهوذا لنفسي وملأت القوس إفرايم. هللويا. أرف عليهم، أرف على صوتهم. أتاري صوتك اللي بيخرج ده ربنا بيحرك أجنحة الروح عليه. أرف عليهم يا رب، يرف على صوتك الخارج، رب يرف على السهامك الخارجة من فمك بصلوات الآن، رب يرف على هذه السهام فتنجح وتأتي بنتائج سريعة باسم الرب يسوع. رب يرف على الصوت فتنبأ على أولادك، تنبأ على بيتك، تنبأ على الدعوة اللي على حياتك، تنبأ على البلاد اللي انت بتصلي من أجلها، تنبأ على الخدمات والمحافظات اللي انت بتصلي من أجلها، تنبأ على الأراضي، تنبأ على مصر، تنبأ على الرؤساء والملوك وكل من هم في منصب، تنبأ خلاص، تنبأ آيات وعجائب، تنبأ يفنى النقاب في جبل الرب، يجعل الرب وليمة سماء، يفنى النقاب باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. نار الرب، نار الرب على جبل الرب، نار الرب تملى 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 آيات وعجائب. كهنة البعل لا يكون لهم صوت فيما بعد، كهنة البعل يقطعون من أرض الرب حوالين جبل الرب، كهنة البعل يقطعون باسم الرب يسوع. هو من بمسحة نارية، مسحة نارية. تنبأ يا ابن آدم، خرج بالبوق، خرج بوق، تنبأ باسم الرب يسوع. كل عيافة وعرافة كانت البعل يصمتون، يصمتون. هللويا باسم الرب يسوع. لا يبصرون ولا يتكلمون باسم الرب يسوع. أن الرب يفتح في جبل الرب، مجد الرب يرى في اسم الرب يسوع. نيران الرب وحضور الرب يتحرك. هللويا باسم الرب. ارفع ايدك على بلدنا باسم الرب يسوع، ارفع ايدك على بلدنا. مجدك يا رب يعبر في الشارع، مجدك يا رب يحرق أرواح الشر، مجدك يا رب يصنع خلاصا عظيما في رمضان باسم الرب يسوع. الأربع اللي جاي، الأربع اللي جاي ليلة القدر. هللويا 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 هللويا. الأربع جاي ليلة القدر، فمن هنا لغاية ليلة القدر قول يا رب افتح قوة السماوات وحرك ملائكتك على أخواتنا، حرك ملائكتك بخلاص، حرك ملائكتك بإعلانات، حرك ملائكتك بأحلام، حرك ملائكتك بحضور إلهي، حرك ملائكتك على كل حال قوم باسم الرب يسوع. خلص على كل حال قوم باسم الرب يسوع. هللويا. أعبر في شوارع بلدنا، أعبر في شوارع بلدنا من رئيسها إلى أصغرها. سلام، سلام. ارفع ايدك بسلام على الشارع، بكل محاولات تأليب وهيجان في الشارع اسكت ابكم يا إبليس، اسكت ابكم يا ابليس. كل محاولات تهيج للشارع اسكت ابكم يا ابليس، كل محاولات تهيج للشارع اسكت وابكم يا ابليس. هيمنه وسياده باسم الرب يسوع. Well,
الرب يسوع. أوترت يهوذا لنفسي وملأت القوس إفرايم. هللويا يا رب أشكرك أشكرك. حجارة التاج مرفوع على أرضه. حجارة التاج. أبويا السماوي أنا رافع إيدي لكل أخ وأخت موجودين هنا أو بيستمعوا. رافع إيدي ربنا لكل بلاد بتتابع ومحافظات باسم الرب يسوع. أشكرك من أجل حجارة التاج في البلاد العربية. أشكرك من أجل حجارة التاج في كل بلد وفي كل محافظة. أشكرك من أجل المذابح المرفوعة في كل بلد وفي كل محافظة. أشكرك من أجل كل بيت في مذبح وكل مجموعة شباب وسطهم مذبح. أشكرك من أجل حجارة التاج المرفوع على أرضك يا رب. أشكرك. بنعلن أرضك في البلاد العربية. بنعلن أرضك في البلاد العربية. بنعلن فدائك وبنعلن شعبك في البلاد يا رب باسم يسوع. مجدا يا رب. مجدك يرى يا رب. مجدا يرى يا رب. تنبأ معي. صلي معايا الآن أجل سرعة حركة الملكوت في بلدنا وفي البلاد المحيطة بينا باسم الرب يسوع. هللويا. زيارات على الملوك والرؤساء. زيارات على الملوك والرؤساء باسم الرب. زيارات روحية على الملوك والرؤساء باسم الرب يسوع. فنطلب طلبة خاصة. صلي من أجل رئيس هذه البلد وصلي من أجل ملك الأردن الآن باسم الرب يسوع. فارفع إيدك معايا وصلي من أجل الاثنين دولة. رئيس هذه البلد وملك الأردن. أطلب سماء مفتوحة. أطلب زيارات الروح القدس. أطلب حكمة. أطلب قيادة. أطلب سماء مفتوحة. أطلب حماية باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. هللويا. باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. يا رب نيرانك 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 وحضورك بركتك وملكك وحمايتك. هللويا. باسم الرب يسوع. نطلب يا رب النهضة اللي انت وعدت بيها مصر والأردن ولبنان باسم رب. اسكب نيرانك يا رب على ثلاث بلاد دولة باسم الرب يسوع. اسكب نارك على ثلاث بلاد دولة باسم الرب يسوع. على الكنيسة في الثلاث بلاد دولة. على حضور الرب وافتداء الرب وآيات وعجائب الرب باسم الرب يسوع. حركة سريعة. حركة الروح السريعة في اسم الرب يسوع. واب تفريا يدخل من في كل من في بها. من هوها من كل من في رب ضمير جبار في الكنان. ارفع ألدى واب تفريا يدخل من في كل من في بها.
ارفع ايديك معايا. يا رب نهضة في المنطقة ما بين سوهاج والأقصر. صلي معايا كده، نهضة في الصعيد، ولو في بلاد انت مشغول بيها، انا مشغول من سوهاج للأقصر. أبويا السماوي احرت الأرض حماية 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 من سوهاج للأقصر باسم الرب يسوع. حماية، كل مؤامرة لإبليس تفشل، وأسكب نيران حضورك ومجدك يا رب باسم يسوع. أشكرك أشكرك. في نهاية هذا الاجتماع أنا رفع إيدي من أجل حضور الرب بزيادة على بيت كل حد هنا، وعلى كل شباب، وعلى قطك، وعلى خلوتك الفردية باسم الرب يسوع. املأ بسحاب حضورك يا رب كل بيت هنا، وكل أسرة هنا، وكل مجموعة شباب هنا. أشكرك من أجل النهضة والحركة والمجد باسم الرب يسوع. غطاء مجدك وحضورك على كل أسرة. محبة الله الآب، نعمة ربنا يسوع المسيح، شركة وعطية الروح القدس تكون معكم، تدوم فيكم من الآن.